لف يا بنت شاف الوسط عشان يدفع 150 الف جنيه ده هي طفلة تلعب في الشارع. ابو طارق للجواز الشرعي. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، قناة مخصصة بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة، بنقدم العظة، واهم درس بنحرص عليه ازاي نستفيد من اخطاء غيرنا. هل فعلا ممكن الواحد ينزل على صفحته ويقول انا فلان الفلاني متخصص لزواج البنات في سن 10 سنين؟ هل انا ممكن اقول يا اهل الخليج يا اسرياء اللي عايز بنت 11 سنة 15 سنة 20 سنة 25 سنة كل واحدة بالسن؟ انا عندي البيضة وعندي السمرة، عندي الطويلة وعندي القصيرة، عندي التخينة وعندي الرفيعة، وبكل جرأة يعلن كده على صفحته وبكل جرأة يتبادل التليفونات مع اهل البنات ومع الاسرياء الخليج. تعالوا بينا نشرح هذه القضية، بس بعد ما ادعوكم للاشتراك في قناة ساعة مع حنفي، تفعيل الجرس دي يصلكم الاشعار وقت اذاعة الحل. ايه اللي حصل؟ اللي حصل رئيس مباحث ماشي في الشارع، ففي واحد قابله على الفكرة يا باشا، قال له نعم، قال له في حاجة غريبة جدا انا لاحظتها، قال له في مكتب في العمارة اللي انا ساكن، وده مهم جدا على فكرة، العلاقة بين ضابط الشرطة والمواطن في الشارع هي دي مصدر مهم جدا للمعلومات لضابط الشرطة، وضابط الشرطة الذكي هو اللي بيخلي الناس كلها تحبه وتثق فيه ويحكوله. ممكن انت تحكي معلومة انت اصلا شايفها عادية، لكن رئيس المباحث ممكن ترتب في دماغه حاجات تانية كبيرة جدا. علشان كده العلاقة لما تكون بين المواطن وبين رجل المباحث علاقة ود واحترام، ومهم جدا المواطن عارف أهمية شغل ضابط المباحث، دي بتبقى مساهمة كبيرة جدا لضابط المباحث في إجراء التحريات، وفي نفس الوقت لو في حد خارج عن القانون بيقدر يوصل ليه. فرئيس المباحث قابله قال له ايه اللي حصل؟ قال له في راجل في الشقة دي عامل صفحة على الفيسبوك مسميها ابو طارق للجواز الشرعي. قال له ابو طارق ايه ابو طارق؟ انا اعرف ابو طارق ده بتاع الكشري. قال له لا، ابو طارق ده موظف عنده 48 سنة وشغال في منصب كويس، لكن بيجي في الليل فاتح المكتب وبنشوف جماعة خلايجة نازلين وبنات صغيرة طالعين، ده في بنات 10 سنين بيطلعوا له فوق مع اهاليهم. قال له 10 سنين؟ قال والله 10 سنين. قال له طب كويس انت قلت لي. ابتدى رئيس المباحث، وده شيء مهم، ابتدى ياخد المعلومة وابتدى يعمل التحريات والمصادر السرية، وهب هب توصل ان ابو طارق ده عامل 4 صفحات على الفيسبوك بيعلم فيهم ان هو متخصص في عقد الزواج مع البنات ايا كانت اعمارهم، وكل واحد حسب المواصفات، الصغيرة 10 سنين بسعر، واللي 15 سنة بسعر، لغاية 30 سنة هو مش بيعلم، فوق ال 30 يقول لك لا. واستغل علاقته بالبنات اللي هم مش هنقول عليهم في فترة المراهقة، لا البنات اللي هم اهاليهم على قد حالهم، وابتدى يقنعهم انت تتجوزي واحد خليجي، هتسافر معاه الامارات، هتسافر معاه السعودية، هتسافر معاه البحرين، هتسافر معاه قطر، وتعيش في عز ونغنغة، وابوك هياخد فلوس، بس انا في الاول هاخد 25% من المبلغ اللي انت هتاخديه. وبالفعل تيجي البنت ويجي امها وتيجي ابوها ويجي ويقعدوا معاه. يا عم طلباتك ايه؟ طلباتي اخد 25% من قيمة المهر اللي هيدوه. طب هو هيدينا كام؟ قال لك حسب سن بنتك. بنتك من سن 10 سنين بتوصل ل 150 الف جنيه، بعد كده لغايه 15 الف بتوصل ل 120 الف، وهكذا. كل ما بتكبر البنت كل ما سنها كل ما فلوسها تقل. يعني الحاجه الغريبه سن 10 سنين ده اغلى حاجه 150 الف جنيه. انا مش عارف 10 سنين يعني في رابعه ابتدائي ايه المتعه ان انا عاشر بنت في رابعه ابتدائي؟ يعني البنت اللي في رابعه ابتدائي سيبك من العلاقه الجنسيه، العلاقه الجنسيه هتتم ما فيش مشكله فيها، 4 سنين هو رقم الاغتصاب، لان البنت لسه ما اكتملتش حتى اعضائها التناسليه. لكن هنفترض بنت في 4 ابتدائي عندها 10 سنين، ايه المتعه ان انا جرتها من ملابسها؟ ايه المتعه ان انا فين اعضائها اصلا؟ فين المغريات اللي ربنا خلقها زينه للست؟ هشوف ايه في جسمها؟ ده طفله لم تكتمل، لا فيها لا صدر ولا فيها جسم ولا فيها وسط ولا فيها حاجه، ولا تعرف حتى تطبخ ولا تعرف ده هي طفله تلعب في الشارع. وللاسف ليها زبونها زي ما بيقول ابو طارق، ليها زبونها اللي بيطلبها وبيجي لها مخصوص من الخارج عشان يدفع 150 الف جنيه، ابو طارق بياخد 25%. المعلومه اول ما جت لرئيس المباحث وتاكد من صدقها عمل حاجه جميله جدا، اتصل بابو طارق وقال له انا راجل اعمال خليجي وعايز بنت بسن 15 سنه. سن 15 سنه بتتراوح من 120 ل 130، لان في مواصفات تاني. انت عايز جسمها ايه؟ ملفوف؟ طب في حتت في جسمها عايزها كبيره ولا صغيره؟ ما هو ابو طارق وصل من الاحترافيه ومن الذكاء انه عارف كل حته في جسم البنت تساوي كام.
اللي جسمها مدور ملفوف وصدرها بشكل معين ومؤخرتها بشكل معين لها سعر. ما هو مش معقول واحدة تبقى بجسمها زي سما المصري زي واحدة جسمها زي اي حد، كل حاجة ليها سعرها. فالراجل الراجل الاعمال اللي هو الضابط اصلا متنكر قال له انا عايز بنت ملفوفة سن 15 سنة صدرها بمواصفات كذا مؤخرتها بمواصفات كذا، قال له يدخل لها ب 130-140 الف جنيه. قال له ماشي بس انا مش هقدر اجي لك علشان مركزي، تعال لي انت في شقة في الدقة. بالفعل الراجل واخد له البنت. شوف بقى يعني، شوف يعني للأسف احنا اللي بنهين بناتنا. تخيلوا عروسة ابوها وامها واخدينها من ايتها زي ما يكون واخدين جدي او معزة، معزة بلاش من جدي عشان هي انثى، معزة واخدينها ومودينها لابو طارق، وابو طارق ياخدهم بالعربية يطلعهم عند رجل الاعمال في الدقي عشان يتفرج على البنت يقول لها لفي، ايوه وريني لفي كمان، لا البسي دي، لا اخلعي دي، اه عجبتني. طب تخيلوا دي لما يتجوزها الراجل ده هيبص لها ازاي ويبص لاهلها ازاي؟ ده انا بالفلوس خليت جيتي انت وامك وابوك لغيت شقتي وقعدت اقلب فيك زي البضاعه. والله انت لو طلبت اكل دليفري، دليفري لو طلبته بالتليفون ويغلط عندك ما تقدرش، ما تقدرش تقلب فيه وتقول للراجل بتاع دليفري لا مش هو ده اللي طالبه غير امشي، ما تقدرش. انت طلبت فراخ جالك فراخ هتقعد تقلب فيها، لا دي الفراخ دي مش مطيبه حلو، لا مش، لا بتاع الدليفري ملوش دعوه، اللي جاي بيوصل لك الطلبات ملوش دعوه، لا يا فندم الاوردر بتاعك اهو بعد اذنك انا عايز حساب. لكن احنا بقى بنودي بناتنا للخليجي يقلب فيها شمال واليمين ويشوفها، لا عجبته يا اخوته مش عجبته، لا اتفضلي امشي. شوف المهانه والذل للبنت المصريه. لو كان الفقر رجلا لكن لا تموت الحره ولا تاكل بسديائها. انت بتبيع بنتك، بتبيع شرفك وعرضك وانت عارف ان ده حرام اصلا. لما يكون واحد خليجي عنده 80 سنة تجوز بنتك اللي عندها 10 سنين ولا 15 سنة، انت مش اب ولا جزار ولا حيوان، محدش بيعمل كده، انت لا يمكن تكون اصلا من طائفة البشر. الضابط اللي هو عامل نفسه راجل اعمال خليجي استناهم في الشقة، دخل ابو طارق ودخلت البنت وفضل يقلب فيها ذات الشمال وذات اليمين، ولا عجباني البنت دي تاخد فيها كم ابو طارق، تاخد فيها كم، ما بقت سلعة، مش بيقول له مهر تاخده فيها كام، بيقول لابوها تاخد في بنتك كام. الاب قال له يا باشا انت راجل يعني كلك مصنع كلك نظر وكلك يعني مفهومي، شوف البنت وقرر. قال له اتكلم انت يا ابو طارق. ابو طارق قال له يا باشا انت واخد بنت بسم الله ما شاء الله بكر 15 سنة ملفوفة، شايف الجسم عامل ازاي، قوم يا بنت اقف ووري له جمالك يا بنت، شايف يا باشا الصدر، شايف المؤخرة، لف يا بنت، شايف الوسط، شايف الرجلين ازاي، ارفع جلبيه شويه يا بنت وري له الرجلين، شايف الرجلين عامله ازاي، انت واخد واحده يا باشا بالنور منور. قال له والله زين زين، تاخده فيها كام؟ فابو طارق قال له ناخد فيها 150. قال له ليه يا اخي، انت قلت اللي من 10 سنين 150 ده عندها 15 سنه. قال له ما فيها مواصفات تاني. قال له خلاص اخدها 150 150، هات الفلوس. بيعد الفلوس، راحت القوه كانت جوه في الغرف، طلعوا ماسكين الاب والام والبنت وماسكين ابو طارق. ابو طارق بيقول لك ده زواج على سنة الله ورسوله، هو انا عملت ايه؟ هو انت ما تعرفش اللي انت عملته ده بيع، ده اتجار في بشر، اتجار في لحوم البشر. البنت بتبكي مش عارفه يا ذنب ايه، 15 سنه ما تعرفش حاجه، ابوها واخدها بيقول لها اخلع ويلبس. البنت هتسمع اذا كان الاب والام بيقول لها اخلع، وريني رجليك، وريني صدرك يا بنت، وريني مؤخرتك، ابوها وامها اللي بيقول لها كده، البنت ذنبها هتتحاسب ليه؟ البنت يتقبض عليها اصلا ليه؟ إذا كانت البنت مفيش أمان ولا ثقة غير في أبوها وأمها، لما البنت تفقد الثقة في أبوها وأمها نقنعها إزاي بتبقى الثقة في أي حد تاني بعد كده؟ البنت اتقبض عليها، ما تعرفش اتقبض عليها ليه؟ ده أنا كنت رايح أتجوز، أنا ما عملتش حاجة، أنا ما سرقتش، أنا ما قتلتش. هي ما تعرفش إن هي أبوها خلاها سلعة. والأب يقول لك يا باشا أبو طارق ده صفحته على الفيسبوك يا باشا وبيقول لك مأذون شرع وبيجوز الناس. أنت تاخد بنتك زي الدبيحة وتسلمها للجزار وتقول زواج على سنة الله ورسوله، وانت يا ابو طارق في حاجه اسمها اخد 25% من مهر البنت. اتجار اصبحت دي مهنه فعلا، بنشوفها في الحوامديه وبنشوفها في الدقهليه وبنشوفها في القليوبيه وبنشوفها في الصعيد، الاب اللي بيبيع بناته. والخليجي ما نقدرش نقول لهم حاجه، يعني ايه تهمه الخليجي؟ يعني احنا قبضنا على الخليجي، انتوا شايفين ان ده فيه تهمه على الخليجي؟ يعني الضابط اللي اتنكر في الخليجي، كلمه هو راجل خليجي. ايه تهمته؟ راجل بفلوسه جاي يتجوز من حقه ان يناقه ويختار وبفلوسه قاعد في بيته والناس هي اللي جايه، ايه تهمته؟
مفيش اي تهمه عليه. التهمه تقع على السمسار اللي بيتاجر بلحوم بناتنا وعرضهم وشرفهم. العيب على الاب والام. طبعا النيابه امرت من شرطه نجده الطفل ان هم يستلموا الطفله عشان يهيئوها نفسيا بعد الصدمه اللي البنت اتعرضت ليها، ومعاقبه الاب والام لاشياء كتيره جدا اللي اتجرى في بنتهم، رغم ان القانون يعني ما قالش ان الاب والام يعني ايه عقوبه ان الاب والام، هيقول لك هاخدنا يعني. هي الفكره كلها ان شغل محامين في الاخر، لكن هو ده اللي ربنا قال عليه، هو ده شرع ربنا، هو ده الجواز اللي ربنا قال. واحد عنده 70 80 سنه يتجوز بنت عندها 10 سنين او 15 سنه. يا ناس ولادنا امانه ربنا رزقنا بيهم عشان مش عشان نبيعهم، عشان نكبرهم ونربيهم ونطلعهم ناس في المجتمع محترمه، مش نبيعهم زي المعيز وزي البغال. ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.